انت سلم قهوه مسلمين وكفار يا صباغم شو عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا وين؟ متقدم اليوم اتصل بما يرد. اشتكي لي عن ظروفه. قلت له ابوي اللي صايب انك صايب لي هذا تيلفون انت قال له حطوا لك اعلان وتيلفونك اتصلوا بك الناس يبون لهم لقمه هريس وفرت تيلفونك وضيقت وكسرته شو تبغى نسوي به؟ وشوفكم وش مستوي. قلت لك تقوم مقتول عليه حد. بغيت تخابر لا رمت زحل ايش تبانا خلنا ندور لهم حامي قوي هاي ما تجيبهم العين بارده الحين زين نطالع تليفونه انت بدون بطايه زين بالله عليك حين عيالك وهيك ما بيتصلوا بك ما يروم حتى بيصيح ما تخابر ما يروم يتخابر الصبح يعني ما رام يرد التحيه علي كيف انت ويا يشكي عندك يا اشتكي تعب ويا صايبني صابر انت تضحك علي ذيك اليوم قلت لك اسمع هاي امي مثلا لا تضحك على اخي الله انه الله يعافيه ويبتليك ابتليت هذه الدنيا يوم ليك ويوم عليك خلنا بدون تلفونات اخيرا زين عايشين شو تبع تعال اليوم تندلها الضاحيه يوم تبي ترمس انت ما لازم برا هذي شوف وارم نعم والله لو تخبق الا ببره بينفجر ويا يا واشتكي يا عندي زين ابوي ما دارس قانون ولا محاماة هلا هلا يرواك حال يا واشتكي لي وضروب وازع من ناقل انا اشتكي لي والله حط تليفوني ولا كسرته ولا زين هلا يرواك يلا يا ابوك ينرحب يا ابوك شو ما يرهب يوم قبل علي اسمع النفيخ ومهي قلت ابوي الثور قصر رباطي ويا اني في الضاحيه وبدار ما عندي خيبه يا خايب يوم ويا انا بعدي ها ها يلا ما مير انه بيشتبوا ينفخ وخير يا عندك والله حطوا تلهوني واعلان سووا لي خير ان شاء الله اعلان واقوم ابوي اسير ارد بيبي يا ابوي تعال اسير انت اللي ما عندك شغل تركض في المزاعم بشرك بغرب ابوي يقول حضر مالك ولا عايره من عمالك نسير بيرد البيب نسير اجوا الماي من كثركم تترشل في الدنيا يوم يقول لك قل الشغل مصيبة قل الشغل مصيبة ولا انت عندك شغل غير التليفون ها ها تليفون من بدا ها تليفون طاط عمك بعدك انت ابو هريب اشتغل غالي اشوف الواحد ترى من يوصل مرحلة عمر 60 خلاص عاد انت اليوم متى في المزرعة؟ اليوم الصبح الساعة كم؟ الساعة 6 الى انت والساعة 6 7 12 ساعة 40 ساعة يا عظيم انت هذا وش من نخل هذا؟ خنيزي ها؟ ما استوى بعده بشار هنا بشار ما بشار يلا الحب الله يلا يلا ان شاء الله السلع الغبار فهمت وش سوى؟ انت ايش تبغى تداوم الزراعه الحقيقه عندي وش تبغى يسوي ما سوي اللي تبي لا بعد هاي نجيب يسوي انا هبي دار ما يحط البيع يا هذا خلاه هنا وانت عاد انت ترى شو يوم اقول لكم انه قل الشغل عاد بطلوا منه عاد وش الفرق انك بطلت منه ربطت هنا تروم تلبسها تروم تخربها وتروم ما يحط اي ما الحين يحط اي زور هذا هي ما يحط اي زور ايوه ها تروم خربها يا اخي خربها ها يا سلام تغسيل يغسل يا سلام ها ها اذا بغيت تغسل على الغبار ها هاي الحقها ها واذا بغيت تخربها تلحقها واذا بغيت تلبسها اما هذا لازم ينقص ويا يشال شيء يا اخوي سيما لا ضاربوا لي الضاحي ضاربوا لي برا على مزرعه برا حكون بلاها سووا له اقول رش رش بايك تخف ويا يشال شيء يا اخوي سيما من الحين وساير تسمعوا عبادي ما كم يغنوا فيه ولا تغايضوه ولا كم يغنوا لا احد يقول له هريس ان شاء الله بس تم مره ما حد مول ما حد يعاني ولا يقول له ولا قلتوا لي هي تراكم لا تلوموا الا انفسكم بس تم 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 خلاص طاحت حي ويلي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والربح والقرطاس والقلم
واو.